السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. درسنا اليوم إن شاء الله هو الدرس 16 من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من الصفر إلى الاحتراف. درس اليوم إن شاء الله هو الجينيتيف، كما يسمع الجميع الداتيف والجينيتيف، لكن هذا الدرس يشكل عائق كثير بالنسبة لكثير من الناس. أول شيء أقول لكم بأن هذا الدرس، هذه الجينيتيف في القراءة تجدونه أكثر في القراءة أكثر من التكلم. عندما يتكلم شخص فليس الكثير من الناس يستعملونه، لكنه يستعمل في كثير من الأحيان، وغالبا يستعمل في الكتابة. هذا الدرس هو الجينيتيف، يمكننا أن نستعمل الداتيف عوضا عن الجينيتيف لأن كلاهما يعطينا الملكية. أنكم تعلمون أن الداتيف يعطينا ليس فقط الملكية، لكن يعطينا أيضا الملكية عندما نستعمل البريبوزيسيون حرف الجر فون، وهو تعطينا مينا، ونستعملها كثيرا مع الملكية. هذا الجينيتيف وهو المضاف والمضاف إليه، كما نقول المضاف والمضاف إليه تعطينا أيضا الملكية. مثال كتاب أحمد، يمكن أيضا أن نستعملها بفون أو بالجينيتيف، الأمثلة التي سنتطرق إليها الآن. هو الجينيتيف في الماسكولين المذكر والمحايد، وفي الأسفل المؤنث. هنا سأعطيكم القاعدة كيف تستعملوه أو كيف تعلمون أن هذا الجينيتيف. في الجينيتيف دائما هذا كما تلاحظون هنا في هذا ماين ماينس وفاتر فاتاس، هنا داس أوتو ماينس فاتاس إيست غاو، أو نستطيع أن نقول كما في المثال الثاني. سنقرأ المثال الثاني وتفهمون ماذا يعني المثال الأول. داس أوتو فون ماينم فاتا إيست غاو، هذه الجمل كلاها لها نفس المعنى، لها نفس المعنى. سيارة أبي لونها رمادي، لكن في الجينيتيف والتي من الأفضل استعمالها في بعض هذه الحالات، من الأفضل استعمال الجينيتيف، لأن عندما تستعملون الجينيتيف فالشخص الذي تتكلم معه أو في مقابلة عمل أو في أي شيء، عندما تتكلم بالجينيتيف فهنا تظهر بأن مستواك في اللغة الألمانية مستوى عالي نظرا إذا تكلمت بالداتيف. لكن في الجينيتيف كما تلاحظون مع الماسكولين أي مع المذكر، هنا ماين يعني ماين فاتا أبي، ماين فاتا هي هذه بالأسود، هي الجمل أو الكلمات العادية. هذا هو البوسيسيف برونومن، وهذا فاتر كلمة الأب ماينس فاتاس، هنا أضفنا الإي والإس ماينس، وهنا نضيف في عند الكلمة الاسم نضيف إليه حرف إس، في بعض الأحيان نضيف إليه أيضا حرف إي والإس هنا، لأنه الحرف الذي قبله حرف متحرك، لذا لا نستطيع أن نقول فاتغس، فقط أضفنا حرف الإس. داس أوتو ماينس فاتاس إيست غاو، هنا بالنسبة للمحايد نويتخوم. داس فاقد داينس كيندس إيست شون، داس فاقد داينس كيندس إيست شون، أو نستطيع أيضا أن نقول داس فاقد فون داينم كيند إيست
شون. كما تلاحظون فالجينيتيف تعوض لنا هذا الحرف حرف الجر فون الذي يعطينا دائما الداتيف، لأن في الأصل هنا البوزيسيون برونوم داين هو لك، لك هنا تصبح في عندما نعطي كلمة أو حرف جر فون الذي يعني الذي يعني مينا أو لي، أيضا فون داينم أضفنا الإي والإم لأن هذا الداتيف. فهناك درس سابق تكلمت فيه عن الداتيف فون داينم كيند إيست شون. إذن الجينيتيف تعوض لنا فون وتكون الجملة بطريقة أخرى، مثال هنا داينم هنا قلنا داينس، وإذا لاحظتم فالجملة تكون معقدة بعض الشيء في الداتيف بالمقارنة مع الجينيتيف. هنا نقول فقط داينس كيندس، هنا نقول فون داينم كيند. هنا كما لاحظتم معي فالمذكر والمحايد يتشابهان، دائما نضيف ماينس أو داينس أو أي شيء نضيف الإي والإس. وفي الكلمة الثانية التي نقول هذا هو المضاف وهذا هو المضاف إليه، وهنا نضيف الإس في بعض الأحيان الإي والإس. كما لاحظتم هنا لدينا حرفان ساكنان فلا نستطيع أن نقول كيندس، قلنا كيندس. هنا بالنسبة لي بالنسبة للمؤنث دي أرباتشتيلي ماينا شفيستا إيست جود. أرباتشتيلي هو مكان العمل أو ماذا تعمل، ليس ما ليس مكان العمل لكن الوظيفة، مثلا نقول الوظيفة ماينا شفيستا إيست جود، هي تعمل عمل جيد. إذا نقول هذا الشخص يعمل عمل جيد مستوى عالي أو شيء بما يمثل هذا. هنا كتبتها فقط A والS صغيرة حتى لا تكون الجملة طويلة جدا. دي أبايس شتيلي فون ماينا شفيستا إيست جود. هنا كما تلاحظون فبالنسبة لي فبالنسبة لي الفيمينين المذكر فتعطينا اي والار، اي والار. هنا قلنا ماينس وداينس مع الاي والاس مذكر والمحايد، لكن مع المؤنث فنعطي نضيف الاي والار. وفي الكلمه التاليه لا نضيف اي شيء، هنا لا نضيف اس ولا اي شيء، نقول فقط ماينا ماينا شفيستا ماينا موتا الأم ماينا فخاو الزوجة إلى آخره، ماينا تانت ماينا فاميلي إلى آخره. مع المؤنث دائما نقول ماينا. هنا أعطيتكم مثال آخر فبغوار إس ماين بيست مونات ديس ياس ديس ياس. شهر فبراير هو أفضل أو أحسن شهر في السنة بالنسبة لي، ماين بيسا أحسن أو أفضل شهر بالنسبة لي. أو مورغنز صباحا في الصباح إست دي بيست سايت، مورغنز إست دي بيست سايت ديس شبوتس ديس شبوتس. وأحسن وقت للرياضة في الصباح الباكر. وهنا أيضا بعض حروف الجر تعطينا الجينيتيف، هنا يمكننا أن نستعمل الجينيتيف كما قلنا، يمكنك أن تستعملها بشكل لا يجب عليك استعمالها، بل يمكنك أن تستعملها أو الداتيف، لكن تكون بعض حروف الجر التي توجب عليك أن تستعمل الجينيتيف. مثال بتسوغليش، بتسوغليش وهي تعطينا
بالثلاثية. مثال أنت تسأل عن شيء وتقول بسبب، مثال بسبب، أو كونسيرنون باللغة الفرنسية كونسيرنون. فيما يتعلق، مثال فيما يتعلق، أنت تريد أن تسأل على شيء، مثال أنت اشتريت شيء أو هذا، وتود أن تسأل، تقول فيما يتعلق بهذا الشيء، وتطرح سؤال أو تقول ماذا تريد أن تقول. شتات، وهي مكان، ليس مكان بمكان ما، لكن مكان. مثال تقول إذا كنت في مكانك فسأفعل هذا الشيء وهذا الشيء، أو سأأخذ هذا بدلا عن هذا. يمكن أيضا أن تعطي كلمة بدلا، ومثل فهي بمساعدة. إذا كان هذا هو الفيديو الإخوان، حاولت أن أعطيكم طريقة شرح مقصرة جدا وبعض الأمثلة لكي تفهموا. إذا هذا هو درسنا اليوم الإخوان، نلتقي في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.